السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي وكل متابعيني ومتابعين قناة مني للأكلات البسيطة. النهاردة مع بعض يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين يا بنات عملنا لحمة باللوبيا الخضراء، عملنا لحمة خرفان، دي مش لحم بقر يا بنات، دي لحم خرفان عملتها باللوبيا الخضراء زي ما انتوا شايفين شكلها، وان شاء الله طعمها يا رب تجربوها وتعجبكم جدا، وطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير، بس قبل ما نروح نشوف الفيديو ما تنسونوش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا يا حبايب قلبي. المقادير معانا يا بنات، عندنا يا حبايب قلبي طماطم مفرومة وفرمة فيهم فصين توم، معانا لحمة من اعاف مية زي ما انتوا شايفين، عندنا هنا يا بنات لوبيا خضراء، هعمل النهارده اللحمة بتاعتنا باللوبيا الخضراء، معانا هنا 3 بصلات، هنحط 2 للحمة وواحدة للوبيا بتاعتنا، معانا هنا توم بودر وبصل بودر ورق لورا، مستكة وحبهان، مكعب مرقة، معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات محوجة، ال7 بهارات. اول حاجة يا حبايب قلبي هنعملها، هنغلي اللحمة بتاعتنا في مية سخنة على البوتاجاز ونغسلها كويس، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. ودي يا بنات اللحمة بتاعتنا يا حبايبي، غليناها وغسلناها كويس تحت الحنفية، عندنا هنا حلة الضغط بتاعتنا الجميلة هنسلق فيها اللحمة بتاعتنا، هننزل بمعلقة سمنة صغيرة خالص هنشوح بس فيها اللحمة بتاعتنا. اول حاجة يا حبايبي هننزل بالمستكة والحبهان وهننزل باللحمة بتاعتنا كده، بسم الله. نشوحها يا بنات تشويحة كده، نديها صدمة بسيطة كده في معلقة السمنة. هننزل بالبصل بتاعنا، احنا عملنا اللحمة كام مرة يا بنات، بس احنا أول مرة نعمل اللحمة الخرفان على القناة، معانا معلقة الفلفل الأسمر بتاعتنا ما نكترش عشان ما تسمرلناش الشوربة بتاعتنا، معانا الورق اللورة، نقلب كده اللحمة. انا قلت اسويها في حله الضغط يا بنات، ما شاء الله ما بتاخدش وقت، هننزل بالميه بتاعتنا بسم الله. ما هنحطش ملح بقى دلوقتي خالص، الا في الاخر خالص هنظبط الحدق بتاعتها مع بعض ان شاء الله. عندنا الغطا بتاعنا، احنا عملنا قبل كده سوينا ضغط بط كبير في حله الضغط مع بعض قبل كده بسم الله. هنبتدي نضغطها كده يا بنات كده من الجنب، نقلب عليها كده، لما نضغط عليها خالص عشان البخار بتاعها ما يطلعش يبقى محفوظ في قلب الحله بتاعتنا. احنا عملناها مع بعض، انا قلت هجرب هسوي فيها اللحمه عشان ما تاخدش مني وقت خالص، 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، وهطفي عليها ان شاء الله. وكده ولعنا على اللحمه بتاعتنا يا حبايبي. انا يا بنات ما بصورش في المطبخ بتاعي فوق، انا بصور في البدرون ده، عشان كده يعني اللي هيشوف تغييرات الحيطان او كده انا في البدرون بتاعي تحت يا حبايب قلبي. هنسيب بقى اللحمه تتسلق كويس وبعد كده نعمل اللوبيا مع بعض. ودي يا بنات اللحمه بتاعتنا استوت، هنطفي عليها النار. اول حاجه يا بنات حله الضغط بالذات قبل ما تفتحي الغطا لازم نشيل الغطا ده بتاع البخار بسم الله، زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجه نخرج البخار بتاع الحله بتاعتنا قبل ما نفتح، شايفين البخار يا بنات، الكاميرا بتهيألي جايباهم كده زي كده، عشان لو ما خلعناش الغطا بتاع البخار وجينا نفتح الغطا هتتنقع مننا وممكن تعمل لك كارثه في المطبخ بتاعك. اهم حاجه عندنا ان احنا نفتح الغطا بتاع البخار ونخرج البخار خالص من الحله، وبعد كده نفتح الحله بكل امان. ودي اللحمه بتاعتنا يا بنات شايفينها، بسم الله ما شاء الله استوت وبقت جميله معانا اهي زي ما انتوا شايفين، شايفينها يا بنات جوه الحله. معلش بقى البخار يجي على الكاميرا اهو يا بنات، بسم الله ما شاء الله استوت اهي. احنا هنعمل بقى يا حبايب قلبي اللوبيا بتاعتنا برضو في نفس الحله، عشان هنزل اللحمه في اللوبيا بتاعتنا برضو هنسويها كمان شويه برضو مع اللوبي. هفضي اللحمه بتاعتنا وارجع لكم تاني نعمل اللوبيا مع بعض.
عندنا الحلة بتاعتنا يا بنات مكان اللحمة، ده بقى ظبطنا الحدق بتاع الشوربة بتاعتنا وسبناه زي ما هي بالدهون بتاعتها، عشان احنا هنعمل فيها اللوبيا وهننزل برضو باللحمة بتاعتنا، برضو نكمل سواها خالص مع اللوبيا بتاعتنا. هننزل يا حبايب قلبي بالبصلة، معانا بصلة كبيرة مقطعينها كده، مش هنحمرها يا بنات، يا دوبك تاخد لون اصفر خفيف كده، وننزل بالطماطم بتاعتي. انا حاطه معلقه سمنه يا حبايبي، لو حابين تعملوا زيت برضو ده حاجه ترجع لكم، بس انا كسلت بصراحه اطلع اجيب الزيت من فوق، فقلت اعمل بمعلقه سمنه. كده يا بنات ابتدت تاخد اللون الذهبي بتاعنا زي ما انتم شايفين. ممكن يا بنات برضو تعملها بمرتة البصل، ممكن تمرطي البصله وتنزلي بالطماطم برضو على طول لو حابه، يعني هتبقى مسكره وجميله على فكره، بس انا حابه اسبك لها عشان اللحمه بتاعتنا. هننزل مع بعض بالطماطم، بسم الله. زي ما قلت يا بنات انا فرمه فصين ثوم مع الطماطم بتاعتنا. هننزل معانا هنا بمكعب المرقه، بسم الله. معانا هنا يا حبايبي معلقه الثوم البودر والبصل البودر والبهارات المشكله 7 بهارات، ومعانا هنا يا حبايب قلبي معلقه الملح. انا مش هغطي الحله بتاعتنا يا بنات، عشان انتوا عارفين ان هي حله الضغط، لو غطيناها هتحفظ البخار بتاعها، عشان افتحها وانزل باللوبيا بتاعتنا وباللحمه اديها وقت على ما تخرج البخار بتاعها من قلبها. فانا هسيبها كده مكشوفه لما اسبك الطماطم، وبعد كده انزل بكل المكونات بتاعته، وبعد كده اغطيها عشان احفظ البخار بتاعها. ارجع لكم تاني اما التسبيكه بتاعتنا هتتسبك، ارجع لكم. ورجعنا تاني والتسبيكه بتاعتنا جهزت اهيت يا بنات. هننزل اول حاجه يا حبايب قلبي بقى باللوبيا بتاعتنا زي ما انتم شايفين، اللوبيا الخضراء، ومعانا اللحمه بتاعتنا برضو هننزل عليها. اللوبيا الخضراء يا بنات مش هتاخد سوى، ونقلبهم في بعض كده، بسم الله. هنشيل الورق اللورة دي، ما عادلهاش لازمة معانا هنا في اللوبيا. واحنا حطينا الملح والبهارات، وقبل كده زي ما قلنا فرمين توم، وحطينا برضو توم وبصل بودر زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. هنغطي عليها بقى يا حبايبي ونسيبها تستوى وتتجانس مع بعض. هقفل عليها يا بنات واسيبها وارجع لكم تاني. وكده قفلنا عليها يا بنات. اهم حاجه عندنا يا بنات غطا البخار ده، لازم ده يتحط اهم حاجه عشان يحفظ البخار في الحله ويسوي لك الحاجه بسرعه في وقت قليل جدا. اهم حاجه نحط دي عشان البخار، سامعين؟ لكن كده تحفظ البخار بتاع الحله بتاعتنا. كده احنا ولعنا على اللوبيا بتاعتنا واللحمه، وهنسيبهم يستووا مع بعض. اروح بقى اعمل انا رز بالشعريه، طبعا كلكم عارفين ان الرز بالشعريه سهل جدا اجهزه، عما اللوبيا بتاعتنا تستوى وارجع لكم يا حبايبي. ودي يا بنات اللوبيا بتاعتنا واللحمه استوت زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، ما شاء الله استوت، ما خدتش وقت، يا دوبك 10 دقايق يا بنات، وطفينا عليها النار وخرجنا البخار من الحله زي ما انتم شفتم واحنا بنسلق اللحمه. وده يا بنات غدانا النهارده، خلصنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، عملنا احلى طبق لوبيا باللحمه. طريقه سهله وبسيطه، ودي الشوربه بتاعتنا، شوربه جميله ورايقه وزي الفل اهي. وعملنا الرز بالشعريه زي ما قلت لكم، طبعا كلكم عارفين الرز بالشعريه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.